السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة سوماز كيتشن. اليوم غادي نقدم لكم وصفة ديال السفة المدفونة، كتجي رائعة في المذاق وفي الشكل، كتصلح في العرضات والمناسبات. نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. بالنسبة للمقادير غادي نحتاجو كيلو ديال السفة، 4 ديال البصلات مشلطين، نص كيلو ديال السترتاج مقطع، 2 معالق كبار ديال المعدنوس مقطع رقيق، معلقة صغيرة ديال القرفة، معلقة صغيرة ديال السكينجبير، معلقة صغيرة ديال الخرقوم، شوية ديال الإبزار، شوية ديال الزعفران، وشوية ديال الملحة. نحتاجو كذلك اللوز مقلي ومهرمش، شوية ديال الزبيب، شوية ديال البرقوق، سنيدة، كاس مخلط زيت البلدية الرومية، ونص كاس ديال زيت الرومية. نبداو أول حاجة غادي نمخلو ديك الشعرية السفة ديالنا، غنديرو معاها شوية ديال الملحة وداك نص كاس ديال الزيت الرومية، وغادي نسبسوها فيه مزيان حتى يدخل فيها داك الملحة والزيت، وغادي نديروها تكوى. We all know that it's a lie. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will. من بعد ما درنا الشعريه ديالنا في الكسكاس، ديت داك البرقوق وداك الزبيب درتهم في بلاستيكه كل وحده بوحديتها، وغادي نثقبهم بالموس وغادي نخليهم يتفوروا مع الشعريه ديالنا. دابا ندوزو للحشوه ديالنا. غادي ناخذ شي مقله تكون ما كتلصقش، غنخويو فيه داك الكاس اللي مخلطه فيه الزيت البلديه والروميه، غنزيدو عليه ديك الكميه كامله ديال البصله اللي كنا قطعنا من قبل، وشويه ديال الملحه، ونخليهم مزيان كيتشحروا حتى كتذوب لينا شويه ديك البصله، وعاد غادي نضيفو عليها الدجاج. من بعد ما تفورت لنا الشعرية ديالنا المرة الأولى، غادي نحيدوها ونزيدو عليها 2 كيسان ديال الماء، ونحركوها مزيان ونخليوها حتى كتشرب داك الماء كامل، وكنعاودو نديروها باش تفور للمرة الثانية. من بعد ما نزلت لينا شويه ديك البصله، غادي نزيدو عليها الطروف هاد ديال الدجاج، وغادي نربطوها فوق العافيه حتى هي تشحر مزيان. دابا ندوزو للعطريه ديالنا، غادي نديرو معلقه صغيره ديال الابزار، معلقه صغيره ديال السكينجبير، ومعلقه صغيره ديال الخرقوم، شويه ديال الزعفران، ومعلقة صغيرة ديال القرفة. من بعد ما ضفنا العطرية كاملة، غادي نعاودو ناخدو داك الخليط ونربطوه فوق الفوطة يتشحر مزيان. We'll be right back.
غناخذوا جوج معالق كبار ديال الماء الدنوس وغادي نضيفوهم على الخليط ديال البصله والدجاج ونعاودوا نرطوهم فوق البوطه. دابا ناخذ 5 ديال المعالق كبار ديال سنيده وغادي نضيفهم على الخليط. انا اكتفيت غير بخمسة حيت ما بغيتهاش تجيني حلوه بزاف، وانتم تقدروا ديروا الكميه اللي بغيتوا ونخليوها حتى تعسل مزيان وعاد نطفيو على البوطه. دابا غندوزو للتفويره الاخرى ديال الشعريه ديالنا. غادي نعاودو نفس الطريقه، غادي نضيفو عليه جوج كيسان ديال الماء ونخليو هاد الشعريه حتى تشرب داك الماء مزيان ونعاودو نرطوها فوق العافيه. ودابا طابت لينا الشعريه ديالنا، غادي نزيدو عليها واحد المعلقه كبيره ديال الزبده باش ما تبقاش معجنه وتتحل. ودابا غادي نضيفو جوج حتى ثلاثة ديال المعالق كبار ديال السكر ثقيل على الشعريه، ما نكثروش باش ما تجيناش حلوه بزاف. دابا غندوزو للدريساج ديالنا. انا خديت هاد المول هكا مربع وبديت كنستف الطبقه الاولى ديال الشعريه. ودابا غادي ناخذ ديك الحشوه ديال الدجاج والبصله ونخويوها فوق ديك الشعريه كامله ونسرحوها مزيان.
burned if you reach out and touch. My mind is a battle, I'm trying to hide it, hitting these voices inside to stay quiet. Born to the place where all this began. قبل ما نضيف الطبقه الثانيه ديال الشعريه درت عليه شويه ديال اللوز مقلي ومهرمش عاد سرحت الطبقه الثانيه ديال الشعريه. انا استعملت هنا سكر ثقيل، اللوز مهرمش، القرفه، اللوز، وداك البرقوق اللي كنا فورنا مع الشعرية عمرته بشويه الكركاع، الزبيب والبرقوق، غمسته بشويه ديال الزنجلان الابيض. كتشوفوا هذا هو الشكل النهائي ديال الصفه ديالنا، كتجي رائعه لا في الشكل ولا في المذاق. كنتمنى تجربوها. ما تنساوش الى عجبتكم لا فيديو ديروا لايك سبسكرايب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم.